يحتفل العالم بذكرى الإسراء والمعراج، رحلة واحدة قام بها رسول الله من مكة إلى بيت المقدس ومنها إلى السماء. هذا كلام غير دقيق، وهو أقرب إلى رواية شعبية تشير أقوى الأدلة وأكثرها إلى أن الإسراء والمعراج حدثان منفصلان تماما تفصل بينهما أكثر من 5 سنوات. المعراج أولا، وقع في السنة الثانية لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تعلم الصلاة، بينما حدث الإسراء إلى المسجد الأقصى بين السنة 11 و12 للبعثة. ذكر المعراج في سورة النجم التي لم تتطرق أبدا للإسراء. ذكر الإسراء في سورة الإسراء التي لم تتطرق أبدا للمعراج. حدث الإسراء في ليلة بات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم هانئ بنت عمه، وهي أول من علم بالرحلة. الغريب أنه في الحديث الشهير المروي عنها لا يوجد أي ذكر للمعراج، حتى في اعتراضات الكفار على رسول الله لا ذكر للمعراج وأحداثه أبدا، مع أن العروج للسماء أدعى للتكذيب والسخرية من السفر إلى بيت المقدس في ليلة واحدة. لماذا إذن جمع بينهما بعض الرواة، مع أن القرآن الكريم لم يجمعهما في سورة واحدة ولو بمجرد الإشارة أو التلميح؟ سؤال للتفكر. وبينما يقر القرآن الكريم بوضوح أن رحلة الإسراء رؤيا، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، لا يزال الكثيرون يعتبرونها رحلة مادية قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده من مكة إلى بيت المقدس. وكذلك الحال في المعراج، مع أن الآية الكريمة تقول ما كذب الفؤاد ما رأى وليس العين. سؤال آخر للتفكر، كيف للمستهزئين أن يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم بيت المقدس وهم يعلمون أن الرحلة جميعها تمت ليلا؟ يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعد.